كل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة سعيدة عليكم كلكم. احنا النهاردة في بداية سنة جديدة بنقدم كمان ليكم برنامج جديد، برنامج حكاوي الميلاد. وبرنامج حكاوي الميلاد هنقدم كل يوم حكاية جديدة وضيف جديد وترنيمة جديدة، وحكايتنا النهاردة هتكون عن استنى بس قبل ما نحكي حكايتنا النهاردة يا يوسف، انا عايزاك تفتكر معايا يوم ميلادك. اكيد لما كبرت باباك ومامتك قالوا لك اليوم ده كان شكله ايه في البيت؟ بصي، اي مولود بيتولد جديد في البيت بيبقى البيت كله فرحان، وعايز اقول لك ان كل الجيران كمان بيشاركوهم الفرحه، والحته كلها بتبقى كلها فرحانه عشان في مولود جديد في البيت. بس برضه عايز اسالك سؤال، انت بابا لما عرف ان اللي جاي بنت زعل ولا كان عايز ولد؟ لا طبعا فرح يا يوسف، فرح جدا. بنت او ولد، الطفل اللي بيجي في البيت زي ما انت قلت بيكون مصدر سعاده وبهجه وفرح للبيت كله. احنا في حكاوي الميلاد هنتناقش معاكم كل يوم في حكايه جديده من حكايات الميلاد، هنتكلم عن بركات الميلاد، هنتكلم عن رحمه الميلاد، هنتكلم عن هدايا المزود، هنتكلم عن ان الميلاد ده كان عربون محبه كبير قوي. نتمنى تستمتعوا معانا طول الاسبوع اللي جاي، وعايز بصراحه يعني كل حكايه هنحكيها ناخد الفضيله بتاعتها وناخد الصفه الحلوه بتاعتها ونكمل بيها طول السنه اللي داخلين فيها ان شاء الله. النهارده معانا حلقه خاصه جدا عن بركات الميلاد مع يافطه الحبر الجليل الانبا مقار، وكمان معانا فريق مميز جدا هو فريق كرمال الصليب. نسيبكم تستمتعوا معايا بالترنيمه اللي جايه. بتعدي سنين قدام عيني أيام وخلاص، ويا عالم في سنين هتجيني ولا كده خلاص. بتعدي سنين قدام عيني أيام وخلاص، ويا عالم في سنين هتجيني ولا كده خلاص. أيام بتمر بنام وبقوم وأنا مش ضامن عمري ده يوم، والإمتى هكون بشرور مهزوم، ويسوع أنا عارفه بيدي خلاص. سنة جديدة لنفسي براجع وبقول ده رايح مش راجع، وبقول ليسوع قبلته في أنا ستة بس أنا راجع. في سنة جديدة لنفسي براجع وبقول ده رايح مش راجع، وبقول ليسوع قبلته في أنا ستة بس أنا راجع. الأيام عاملة حياتي سباق مش واقفة، لو قلبي حسبها بجد وفاء يعمل وقفة. الأيام عاملة حياتي سباق مش واقفة، لو قلبي حسبها بجد وفاء يعمل وقفة. كمل بس برتم جديد يعزف له القلب بلحن سعيد، عشان يحصل ده عايز له اكيد صلاة صادقة مع خشوع الوقفة. في سنة جديدة لنفسي براجع وبقول ده رايح مش راجع، وبقول ليسوع قبلته في انا ستة بس انا راجع. في سنة جديدة لنفسي براجع وبقول ده رايح مش راجع، وبقول ليسوع قبلته في انا ستة بس انا راجع.
كم سنة خبط على باب يسوع والصوت جاني، وانا ضد التوبة واي رجوع وبعيش جاني. كم سنة خبط على باب يسوع والصوت جاني، وانا ضد التوبة واي رجوع وبعيش جاني. العمر ازاي هيكون محسوب وانا دفنه معايا في قبر ذنوب؟ لو جيت لإلهي وقلت هاتوب راحته غفرانه المجاني. في سنة جديدة لنفس براجع وبقول ده رايح مش راجع، وبقول ليسوع قبلته بدي انا بس انا راجع. في سنة جديدة لنفس براجع وبقول ده رايح مش راجع، وبقول ليسوع قبلته بدي انا ستة بس انا راجع. مشاهدينا اهلا بكم مرة تانية، فقرتنا وموضوعنا النهاردة خاص جدا. احنا النهاردة ليلة رأس السنة، بكرة هنبدأ سنة جديدة، عام جديد، عايزين نبدأها من اول يوم نبدأها صح، نحاول ان احنا ناخد كل الفضائل اللي بنتكلم فيها وان احنا نمشي بيها طول السنة والسنوات اللي جاية ان شاء الله. خلونا اقول لكم قول لقداسة البابا شنودة الثالث: الغرض الاساسي من مجيء المسيح الى الارض هو الفداء والخلاص، وقد تم هذا على الصليب، وفي خلال حياته على الأرض قام بأعمال كثيرة لفائدة البشرية، فأخذ جسد بشري وبارك هذا الجسد، روحا بشرية وبارك هذا الروح، أخذ طبيعة بشرية وبارك هذه الطبيعة. النهاردة مشاهدينا هنتكلم عن بركات الميلاد، وزي ما قلت لكم النهاردة حلقة خاصة جدا، فكمان معانا ضيفنا اللي مشرفنا نيافة الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف كرسي مراكز الشرقية والعاشر من رمضان. نيافتك منورنا ومشرفنا، وكل سنة ونيافتك طيبين، وكل سنة كل المشاهدين طيبين. شكرا جدا سيدنا. سيدنا احنا هنبدأ عام جديد وهنبدأ سنة جديدة، واحنا موضوعنا النهاردة عن بركات الميلاد. يعني لما احنا نكتسب البركات من اول يوم في السنة ونبتدي نعيش طول السنة بالبركات اللي احنا واخدينها، وان احنا برضو نعامل الناس بحاجات كويسة، وكل ده بنكتسبنا احنا في الاول وفي الاخر بركات. فخلينا نتكلم كده بداية يا سيدنا، ازاي ربنا بارك الطبيعة البشرية؟ الحقيقة برضو عشان نتكلم عن البركة، أول مرة اتذكرت فيها أن الله بارك آدم وحواء بعد ما خلق، بيقول لك وبارك هما. لكن البركة دي بعد الخطية ابتدينا نسمع كلمة اللعنة، ملعون الأرض بسببك، وبعدين سمعنا قايين ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها وقبلت دم أخيك. إذن إحنا بدل ما خدنا البركة الأولانية خدنا لعنة ساعة الخطية، وبالتالي كان لازم تبتدي البداية تاني بالبركة. تلاقي بقى الملاك لما راح بشر العذراء قال لها مباركة أنت في النساء ومبارك هو ثمرة بطنك. هي نفسها استغربت التحية دي ليه؟ الكلمة البركة ابتدت ترن تاني في الأرض، ابتدت البشرية تسمع كلمة المبارك ويبارك، ابتدت الفعل ده يبان تاني مرة تانية. في التجسد الله بارك البشرية مرة أخرى زي ما كان بارك آدم وحواء في بداية الخليقة. طيب سيدنا، برضو من بركات الميلاد الجميلة إن ربنا أعطانا الغلبة والقوة على الشياطين، برضو عايزين نوضح ده للمشاهدين. مهمة قوي إن احنا نبقى عارفين إن احنا خدنا من المسيح الغلبة، وخدنا الغلبة في ثلاث حاجات: الغلبة على الخطية، الغلبة على الشيطان، الغلبة على الموت. ويقول لك كده آخر عدو يبطل كان هو الإيه؟ كان هو الموت. الأول احنا خدنا على الغلبة على الخطية لما المسيح وقف وقال من منكم يبكتني على خطية. إذن كان في الله المتجسد عاش على الأرض كإنسان ولكن بلا خطية، وبالتالي ادانا نصر على الخطية.
ادانا النصر على الشيطان لما الشيطان جه عشان يحاربه، جه علشان يديله شهوة معينة في ثلاث محاربات ورا بعض، وفي الثلاثة انتصر بكلمة واحدة بس، المكتوب، المكتوب في الكتاب المقدس يعني. الأولية قال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. أنت عايز تكلمني عن الأكل والشرب؟ الإنسان بيعيش بكلمة ربنا مش بيعيش بالأكل والشرب. إذن ابتدى الشيطان يحس أن اللي قدامه إنسان، شايفه كإنسان ولكن له قوة عجيبة. القوة دي كانت باينة قوي في الكلمات اللي خدها من سفر التثنية وهو بيرد عليه. إذن الغلبة على الشيطان، المسيح ادانا الكتاب المقدس عشان إحنا كمان نقدر ننتصر على الشيطان. طبعا الغلبة على الموت خدناها يوم هو قام من بين الأموات. طيب سيدنا، ممكن لما يكون حد بيسمعنا يقول طب احنا دلوقتي أهمية البركة، يعني احنا دلوقتي أهمية البركة بالنسبة لنا ايه؟ احنا طبعا بعد ما تولدنا وطبعا من قديم الأزل ناس كتير، وفي أهمية البركة بالنسبة للإنسان البشري برضو. أنا أقول كلمة بركة يعني ايه؟ بركة ببساطة جديدة حاجة قليلة في إيدي، لكن لما بحطها في إيد المسيح بيباركها وتبقى كتير. احنا طبعا المثل الاساسي بتاع البركه هو مثل الخمس خبزات والسمكتين. طفل صغير معاه خمس خبزات وسمكتين، يدوبك لو كل يدوبك يشبعوه، لكن لانه حس ان في احتياج فهو قدم اللي عنده للمسيح. المسيح لما خده وحط ايده يقول لك شكر وبارك، ولما بارك كفوا الخمس تلاف ايه ما عدا الرجال ما عدا النساء والاولاد. انا عايز اسال سؤال، كم مره في حياتنا محتاجين البركه دي؟ مش شرط في الاكل بس، ممكن تبقى في الوقت، ممكن تبقى في الماديات، ممكن تبقى في صحتنا، ممكن تبقى الحاجه القليله اللي عندك حطها في ايد المسيح هو اللي حيبارك فيها. فتبص تلاقي اللي عندك رغم ان هو كان بالورقه والقلم كميته قليله، لكن لما تحط في ايد المسيح بقى كميته كبيرة وكفى ناس كتير. مين فينا ما عندوش خمس خبزات وسمكتين، او يعني كمية قليلة من الوقت نديها لربنا الصبح عشان نصلي يوم يبارك فيه اليوم كله، برضو كمية وقت قليلة نديها لربنا في آخر اليوم حيبارك فيها الليل كله. إذن أنا بدي لربنا جزء صغير مهما كان هذا الجزء صغير، لكن ربنا بيمد إيده ويبارك في الكل. فاكر الفلسين؟ الفلسين دول ما لهمش قيمة، لكن لأن المرأة الأرملة كانت يقول لك أعطت من إعوازها، ربنا بارك لها وقال إن دي أعطت أكتر من ناس كتير قوي قدموا. مهم إن إحنا نبقى بنقدم حتى لو قليل، بس لازم نقدم لربنا من الوقت، من الماديات، من صحتنا، من حياتنا، يبقى ربنا موجود في هذه الحياة. تبص تلاقي ربنا يبارك بقية اليوم، يبقى كل اليوم في بركة من أوله لآخره. عشان كده سيدنا بيبقى في ناس جميله جدا لما بيكون مثلا بيقدموا حاجه حتى لو كانت صغيره، حد مثلا لو قال له بس دي صغيره قوي يقول لك بركه الرب تغني. بالظبط، بركه الرب تغني معناه ان الله يقبل القليل والكثير. ربنا مش بتفرق معاه الكميات قد ما بيفرق معاه القلب اللي بيقدم. مهم ان الانسان زي ما كده بيقولوا المعطي المسرور يحبه الرب. انا بقدم وانا فرحان حتى لو كان اللي بقدمه قليل. فمره جالي واحد في الثانويه العامه وقال لي ان انا عندي امتحانات وعندي مذاكره وعندي دروس وعندي 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 وعندي. قلت له ما عندكش 3 4 دقايق تصلي فيهم مزمور ولا مزمورين الصبح ومزمور او مزمورين بالليل؟ بص لي كده وقال لي هو بصراحه يعني ممكن لو كانت الحكايه كده سهله. قلت له اه انا مش عايز اكتر من كده، انا مش عايز غير الفلسين، حتى لو كنت مشغول قوي حط الفلسين. ما تنساش ان ربنا له جزء من وقتك، له جزء من حياتك، له جزء من صحتك لازم تديهوله، حتى لو كنت في اشد الامور مشغولياتك. لكن مجرد حطيت ربنا في المعادلة، المعادلة بقى كلها لها طعم تاني، لها بركة تانية. الحقيقة كمان سيدنا الحلو في الموضوع ان فعلا زي ما نيافتك وضحت ان فعلا الحاجة القليلة ربنا بيبارك فيها اكتر. انا كنت سمعت في وعظة لقداسة البابا شنودة يقول لك ربنا ده حنين قوي راضي بقليله. يعني عشان برضو نوضح للناس ان ممكن الناس تفتكر انا عشان اخد بركة من ربنا فلازم اعمل حاجات كتيرة قوي قوي. طبعا احنا عايزين الناس تعمل وتعمل، بس انا بقول اقل القليل. نبتدي بالقليل وبعدين لما هحس ان بركة ربنا معايا هبتدي انا من نفسي ازود وهكذا. بس المهم ان لازم تبقى في بداية.
البداية أن أنا أحط الفلسين زي ما بقول، مش شرط الماديات بس، فلسين الصحة، فلسين الوقت، فلسين في كل حاجة، بس لازم يبقى ربنا متواجد وربنا هيكمل. طيب سيدنا برضو عايزين نتكلم عن بركة المصالحة ما بين السماء والأرض. المصالحة بين السماء والأرض، في واحد من القديسين قال جملة حلوة قوي، قال في ميلاده أنزل السمائيين معه وفي صعوده أصعد الأرضيين معه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن كان ظهورات الملائكة موجودة قليلة جدا في العهد القديم، لكن بنبص نلاقي إيه؟ إن الإنجيل في العهد الجديد بيبتدي بظهور الملاك لزكريا، ظهور الملاك للعذراء، ظهور الملائكة عموما، خورص من الملائكة كله وقت الميلاد بيسبح المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. إذن واضح إن السمائيين نزلوا وابتدوا يسبحوا الله، بس بيسبحوهم واقفين على الأرض. اشترك الأرضيين والسمائيين في تسبيح إيه؟ الله المتجسد في المزود. هنا واضح قوي ان في نوع من الشركة. عارف انت لما يبقى عندنا في الكنيسة خرس قبلي وخرس بحري، او تحس كده ان خرس سمائيين وخرس ارضيين، والاتنين بيقدموا تسبيحهم، بيقدموا هداياهم لمولود المزود. تمام. سيدنا كمان من ضمن بركات الميلاد الجميلة الرجاء. يعني احنا دلوقتي اي حد بيعمل خطية او اي حد بيعمل اي حاجة وحشة، الرجاء هو اللي بيديله أمل في بكرة، هو اللي بيخليه إن هو يتوب. وطبعا الجهاد ضد الشر وضد الخطية ده بيبقى ليه هدف تاني خالص. برضو دي من بركات الميلاد الرجاء، برضو عايزين نزرع الرجاء في السنة الجديدة اللي احنا داخلين. خد بالك إن احنا دايما في راس السنة، دايما اليوم الأخراني من السنة، بيبتدي كل واحد يحاسب نفسه، يبتدي يسأل نفسه أنا إيه اللي أنا عملت وحش السنة دي، إيه اللي أنا عايز أعمله حلو السنة الجاية. النقطة دي هي نقطة حساب، نقطة أمل جديد، كلنا بنتمنى إن السنة الجديدة تكون كويسة. فإحنا كلنا عندنا رجاء إن إحنا نجاهد ضد خطية معينة وقعنا فيها، أو نجاهد عشان نكتسب فضيلة معينة كنا عايزينها. وبالتالي السنة اللي جاية كلها محتاجين نكون فيها رجاء بالحياة الأفضل، إن إحنا نعيش على الأرض بس نعيش لربنا أكتر. في مشكلة بتواجهنا ولازم نبقى عارفينها، إن الموضوع ده ما بيستمرش معانا كتير. يعني ممكن نبتدي مثلا ليلة رأس السنة نقعد أسبوع لحد العيد، بعديها بأربع خمس أيام، يعني ما بنكملش عشر أيام، أسبوعين، وتبص تلاقي الدنيا إيه؟ رجعت تاني للحاجات القديمة تاني. أنا عايز يبقى في نقطة ارتكاز طول السنة، مش بس ليلة رأس السنة اللي ركز فيها مع ربنا، لأ، أنا عايز ليلة رأس السنة، عايز ليلة الغطاس، عايز الصوم الكبير، عايز عيد القيامة، عايز عيد الرسل، عايز عيد العذراء، عايز صوم الميلاد، عايز يبقى في نقط كتير محاسبة للنفس. كل مثلا شهر، كل مثلا تلات أسابيع أقعد مع نفسي تاني وأشوف قدرت أحقق قد إيه من اللي أنا قلته لربنا ليلة رأس السنة، وأبتدي أجاهد تاني، أكمل تاني. يبقى في مقابلة مع أب اعترافي، يبقى في مقابلة مع مرشد روحي كل مثلا شهر أو حاجة، بحيث إن أنا أجدد العهد مرة تانية. بخاف إن أنا ببتدي أسبوع، عشر أيام، أسبوعين، وبعد كده الدنيا تنام، وتبص تلاقي الدنيا بقى إيه؟ خدتني يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، وتبص تلاقي السنة لفت وجه رأس السنة تاني، ده أنا السنة اللي فاتت قلت كذا 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 لربنا وما نفذتش منه حاجة، وابتدي أقول نفس الكلام تاني. لأ، احنا عايزين نقط ارتكاز تبقى مستمرة معايا طول السنة، بحيث ان انا لو حسيت ان في فترة معينة الدنيا وقعت بيا تاني، اقوم وابتدي اجاهد تاني، على رجاء ان الله يقبل التائب دائما. عارف قصة الابن الضال؟ دايما الاب واقف وفتح ايه؟ فاتح زراعاته. عشان كده الصليب هو يمكن وسيلة الموت الوحيدة اللي يبقى فيها انسان ميت وفتح ايه؟ فتح زراعي الاتنين. وكمان سيدنا احنا لما بنجاهد اكتر ويبقى عندنا رجاء لبكرة اكتر، ده في حد ذاته بركة لينا. يعني احنا لما نكتسب صفة، يعني صفة الرجاء الحلوة دي والجهاد ان احنا نجاهد، ده في نفس الوقت ده بيدينا بركات كتير. ده موجود الرجاء في حياتنا بيخلينا نجاهد اكتر ويخلينا نتعب اكتر، لاننا شايفين قدامنا الحياة الابدية، شايفين قدامنا السماء، شايفين قدامنا حياة القديسين.
برضو أقول إن إحنا كل ما بنبص على حياة القديسين كل ما بنجاهد. يعني أنا أتذكر السنة اللي فاتت في الحادثة بتاعت شهداء ليبيا، كل الناس ابتدت الصوم الكبير كما لو كان أسبوع الألام. ليه؟ لأن كل الناس اتهزت، كل الناس اتشجعت، كل الناس عايزة تعيش حياة توبة بصحيح. كان الموقف ده أو الحادثة دي كان الدافع يمكن لأقباط العالم كله انهم يجاهدوا فعلا، لانهم شافوا ناس بيقدموا حياتهم لاجل اسم المسيح. طب انا قدمت ايه؟ ما ده سؤال لازم يتسال. المجوس قدموا هداياهم، الرعاة راحوا لحد هناك، انا عملت ايه؟ هو ده السؤال اللي لازم الواحد يساله لنفسه عشان دايما ايه يزقه قدام. طب سيدنا خيمي، يعني اكلمك صراحه كده، ممكن حد يجي يقول انا مش حاسس باي بركه في حياتي، انا اليوم بيعدي في مشاكل في حاجات، طب ده ليه بيقول كده؟ مع إن ممكن يكون بيعمل حاجات كويسة بس مش حاسس ببركة. أحياناً الله بيعدي علينا فترة معينة بيسموها جفاف. فترة الجفاف الروحي دي الطبيعي إن الإنسان يعدي فيها، يحس إن هو مش مستطعم الصلاة قوي، بيحضر القداس وحاسس كده إن هو بيشيل رجل ويحط رجل. طبيعي إن الإنسان يمر بمرحلة زي دي، بس أنا يهمني إن الإنسان يستمر. الشيطان بيعمل ايه؟ بيعديك في الفتره دي ويقول لك شوف الحياه الروحيه هي مالهاش طعم، شوف انت ماشي في سكه ما فيهاش بركه، شوف كل ده هدفه ايه؟ ان انت ترجع. اوعى اوعى، حتى لو كان في مرحله معينه الانسان حاسس بجفاف، حاسس بروتين، كمل كمل للاخر. المرحله دي بتبقى عايزه شويه غصب، الواحد يغصب على نفسه. أتذكر زمان لما كنت لسه شاب صغير، نيافة أنبا موسى أسقف الشباب قال كلمة حلوة قوي، قال يا جماعة الطريق الروحي ثلاث مراحل، أنت لازم تغصب على نفسك شوية عشان تستطعم في الآخر. الحياة الروحية لازم يبقى فيها إيه؟ تغصب على نفسك شوية علشان تستمتع بالحياة الروحية في الآخر. هي دي المرحلة بتبقى محتاجة شوية إيه؟ تغصب. مرحلة الأولانية تغصب، مرحلة التانية تعود، مرحلة التالية تلذذ. تغصب تغصب إنك عايز تستمر، تعود بتعمل بس يعني مش مستطعم قوي، وبعدين تلذذ في الآخر. سيدنا استأذنك هنطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع نيافتك. مشاهدينا هنطلع فاصل نسمع ونشوف ترنيمة النهاردة، وترنيمة خاصة جدا علشان النهاردة ليلة رأس السنة، وهنرجع وهيستكمل الحوار الزميلة ميراندا بطرس، فخليكم معنا. ¡Gracias!
رجعنا تاني وبنكمل كلامنا مع حضراتكم وحلقة خاصة جدا عن بركات الميلاد. وعايزة أشارك حضراتكم بقول للقديس الأنبا أثناسيوس الرسولي: كان ضروريا ألا يتجسد أحد آخر سوى الله الكلمة نفسه لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، لأنه بذبيحة جسده وضع نهاية للحكم الذي كان ضدنا، وكما وضع لنا بداية للحياة برجاء القيامة. سيدنا بنكمل كلامنا مع نيافتك عن بركات الميلاد، ويمكن الميلاد أعطانا طبيعة جديدة. يمكن الطبيعة البشرية كانت ميالة أكتر للعنف والخطيئة، لكن بالميلاد أعطانا طبيعة تميل للحياة الحلوة والحياة الطيبة. الحقيقة برضو لازم نبقى عارفين نقطة مهمة جدا، احنا خدنا الطبيعة الجديدة بالنسبة لنا احنا في المعمودية، بس بقوا الاتنين موجودين، الداخل بيتجدد على قد ما الخارج بيفنى. يعني هي عاملة زي مزان، الكفتين عمرهم ما يطبوا مع بعض. الانسان العتيق موجود جوايا وبيزقني ناحية الخطية، متمثل في الجسد وشهواته. الانسان الجديد جوايا بيبقى زي الروح اللي بتتمنى ان يبقى فيه ارتباط حلو مع الله. تبص تلاقي دايما في صراع بين الاتنين. الإرادة هي اللي بتحكم الأمر هنا. هل أنا الإرادة بتاعتي إرادة روحية بتميل للروح وبركات الروح، ولا بتجه ناحية الجسد وشهوات الجسد؟ وبالتالي حياتي بتبقى مرتبطة بالتوازن بين الاتنين. هل الروح هي اللي بتخضع للجسد وشهواته، ولا الجسد هو اللي بيخضع للروح وشهواته؟ يقول لك ان في نوع من الصراع بين الاتنين، والصراع ده المفروض ان ربنا ادانا القدرة ان كل يوم الجديد هو اللي ينمو، والعتيق هو اللي ايه اللي يضمحل. الانسان العتيق قد مضى هو ذا كل قد صار جديدا. ده من بركات الميلاد. يمكن المسيح كمان غلب العالم لما قال الشيطان اذهب فذهب. ساعات بنلاقي الصعوبة بقى ان احنا اللي نغلب الشيطان، ان احنا احنا عندنا القوة دي، لكن اتخاذ القرار او ان انا اقول انا عايز اقول اذهب فيذهب. انا عايز اقول نقطة مهمة جدا، المسيح قد اعطانا لكن ما اجبرناش، مازال الانسان عنده الحرية انه يختار انه يمشي في طريق الحياة او يمشي في طريق الموت. اذا الاختيار مطروح امامي. كل اللي مطلوب مني ان انا اقول له يا رب اذا كانت ارادتي ضعيفة تعالى قوي ارادتي عشان امشي في طريق الحياة، تعالى اسندني عشان امشي في طريقك، تعالى قرب مني امسك يدي واجذبني وراءك. انا عايز اقول ان نقطة الاختيار هي بتاعتي انا، ولو أنا حسيت للحظة إن إرادتي ضعيفة بطلب من ربنا إن هو يسندني. أنا عامل بالظبط زي إيه؟ زي إنسان ضعيف بيواجه مثلا إعصار قوي. أنا لو واجهت الإعصار ده لوحدي هغرق، لكن لو أنا مسكت في إيد ربنا هو اللي حينجيني. الشيطان هو قوة عالية جداً، أنا ما أقدرش أواجهه لوحدي، لكن أنا بالمسيح أقدر إن أنا أتغلب على تجارب الشيطان. إذن القوة مش بتاعتي، يكون فضل القوة لله لا منا. ليه؟ لأن هو اداني روحه جوايا عشان تقاوم الحياة الشريرة، اداني روحه جوايا عشان أختار الحياة. السؤال، أنا باخد إرادتي واتجه ناحية ربنا، ولا باتجه ناحية شهوات العالم؟ الاختيار بتاعي. لو حسيت ان ارادتي ضعيفة بطلب منه اقول له يا رب اجذبني وراءك ايه فاجري. يمكن الطبيعة البشرية انتهت بالمعمودية، وبعدين وبقيت الاسرار احنا المفروض بنكمل بيها سر الميرون، وبعد كده تناولنا للاسرار طوال فترة حياتنا. ازاي اقدر احافظ على وجود الاسرار في حياتي وبركة الاسرار في حياتي؟ حلو قوي ان احنا لازم نبقى فاهمين دي، ان الاسرار هي المعين اللي بيرافقنا طول الرحلة. بالتالي المعمودية والميرون احنا خدنا فيهم ثلاث حاجات مهمين جدا. خدنا غفران الخطايا، خدنا بنوة لله، خدنا سكن الروح داخلنا.
وبالتالي أنا محتاج كإنسان جديد محتاج أتغذى كل يوم، وده بقى سر الإفخارستية يبان هنا. إذن أنا بالتصاقي بالأسرار، بالتصاقي بالرب، بثبت فيه كل يوم وهو بيثبت فيا. يبقى أنا كده هقول إن الإنسان الجديد بينمو، يبقى الإنسان العتيق إيه؟ بينزل، بيضمحل، بيضمحل. مهم قوي إن إحنا نبقى فاهمين إن المعمودية بتدينا الإمكانية للإنسان الجديد، بس لازم أنا أغذيه كل يوم بالأسرار عشان هو ينمو والإنسان العتيق إيه؟ يضمحل. مهم جدا إن إحنا نبقى فاهمين الميزان ده، إن أنا كل يوم بتجدد بالمسيح، كل يوم باخد خبز الحياة علشان أنمو للمسيح، وبالتالي بتكون حياتي كلها في اتجاه النمو بتاع الإنسان الجديد. والنمو بتاع الإنسان الجديد ملوش حدود. النمو الجسدي انت عارفة له حدود معينة، بطفرة معينة كده، مثلا تبص لقي ولد سنه مثلا بتاع 10-12 سنة، يعني قصير قصير قصير، وفجأة لقيه راجل قدامنا، فجأة ياخد طوله. الطفرة دي بتحصل مرة واحدة في العمر بس، لكن النمو الروحي لأ، مستمر. النمو الروحي مستمر إلى أبعد الحدود، إلى ما لا نهاية. وبالتالي كل ما أنا بنمو في الروح، كل ما إنسان الروحي اللي جوه الإنسان الجديد بينمو معايا. كل اللي مطلوب دايما إن أنا أخد قرار إن أنا أبعد عن ده وأقرب من ده، ألتصق بالمسيح أنتصر على الشيطان. يقول لك كده قاوموا إبليس فيهرب منكم، بس أنا مش هعرف أقاوم إبليس لوحدي، الآية ناقصة، إثبتوا في الله قاوموا إبليس فيهرب منكم. إذن أنا محتاج الثبات في الله، والثبات في الله زي ما أنت قلتي من شوية بالأسرار، توبة، اعتراف، تناول، ومستمر بتتكرر، صحيح بغلط تاني وبكرر تاني، توبة واعتراف وتناول، أثبت في الله قوموا إبليس فيهرب منكم. ازاي وانا في بداية سنة جديدة اجدد البركة دي كل يوم؟ يعني احنا عرفنا ان احنا بنجددها بالاعتراف وبالتناول سر الافخارستية وبعلاقتي مستمرة مع الله، لكن ايه تاني اقدر اعتمد عليه او اتكل عليه اقول انا كده بجدد بركة الميلاد في حياتي؟ لو انا كل يوم سألت نفسي سؤال، انا قدمت ايه لربنا النهاردة؟ هل انا في خطيه معينه عملتها النهارده؟ لا، كان المفروض النهارده ما زعلش فلان مني، احاول اكلمه بالليل او على الاقل الصبح بكره اول حاجه اعملها اصلحه. يبقى انا بحاسب نفسي كل يوم، انا زعلت فلان، انا قلت كلمه على فلان وكانش موجود، انا اتكلمت كلمه ما كانش ينفع انها تتقال. ابتدي احاسب نفسي ايه اللي اقدر اصلحه، لو اقدر اصلحه في ليلتها او اقدر اصلحه تاني يوم، وبالتالي احس ان انا بعمل عمليه نظافه مستمره لقلبي من جوه. احيانا بنهتم بنظافه الملابس، احيانا بنهتم بنظافتنا الشخصيه، لكن ما بنهتمش بنظافه القلب من جوه، ودي اهم. محتاج ان انا كل يوم احاسب كده، اقعد افكر لمده دقيقه دقيقتين، يا ترى الكلمه اللي انا قلتها دي زعلت فلان، يا ترى انا لما عملت الموقف ده مش كان المفروض ان انا تنازل شويه، وهكذا. يبتدي الانسان يتعود انه حساب يومي مستمر. بالظبط، حساب يومي مستمر، بحيث ان احنا اللي نقدر نصلحه تاني يوم نصلحه، اللي وقعنا في امبارح ما نقعش فيه النهارده، وهكذا. ومش حساب يومي مستمر في علاقتي مع الله بس، لا، في علاقتي كمان مع اللي حواليا. يعني انا لما لازم اقيس علاقتي بزمايلي، باخواتي، بعيلتي، يعني العلاقه بتبقى على مستوى ربنا، صليت، قريت انجيل، عملت يعني حاجه، رحت الكنيسه او كده، علاقتي مع الناس اللي حواليا، زعلت حد، قلت كلمه مش مظبوطه، حاجه كده، علاقتي مع الناس كلها اللي حتى اللي ما اعرفهمش، هل كان ممكن اقدر اخدم فلان اللي قابلته وانا خدمته او ما خدمتوش، وهكذا. الميلاد مليان بركات، ويمكن كل قصة من قصص الميلاد أقدر أخد منها درس مستفاد أطبقه في حياتي. سيدنا، تحب تشاركنا بإيه النهاردة من قصص الميلاد اللي نقدر نطبقها في حياتنا؟ أنا دايما بقول إن قصة المجوس قصة مليانة بالأفكار الحلوة، ناس جايين من آخر الدنيا من مسافات طويلة جدا عشان يقدموا هدايا. يا ترى أنا كل يوم بقدم إيه للمسيح؟ بقدم له إيه في حاجة
زي ما كنت بقول مرة بلا مقابل، يعني مثلا يقولك أنا ممكن أخدم فلان وأنا عامل حسابي في دماغي إنه هو في الموقف الفلاني هيبقى يخدمني، هيردني الجميل. دي ما تتحسبش، دي ما تعدهاش. أنا عايزك تعد الحاجات اللي بتقدمها لربنا بلا مقابل. هي دي النقطة. مرة كنت بتكلم معاهم فقلت لهم إيه، شباب اليومين دول ما يعرفوش يعني حصالة. كان في زمان حاجة اسمها حصالة، وكنا نحط فيها مثلا 5 ساغ 4 ساغ، يعني أي حاجة فكة، وبعد ما تتملي الحصالة كان والدي الله يرحمه يجمدها لي إيه 5 جنيه، يعني هي مثلا يطلعوا 3 جنيه وجاي مديها لي 5 جنيه مثلا يعني. فأنا عايز أقول إن إحنا لنا حصالة في السماء، كل يوم اللي بحطه فيها بيتحوش. يقول لك كده يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. إذن الحاجة الوحيدة اللي حلاقيها فوق ساعة ما وصل السماء هي الحاجات الحلوة اللي عملتها وأنا مش عايز منها مقابل، أنا بقدمها للمسيح. وبالتالي كل يوم لازم أقدم حاجة أحطها في حصالة السماء، كل يوم بقدم عمل ولو عمل صغير بس بقدمه بلا مقابل، مش مستني منه حاجة. وبالتالي ده كل ده هيتشال في حصالة السماء. يقول لك كده المسيح هيجي يجلس الملك على كرسي، هيجيب ناس على اليمين وناس على الشمال. طب اليمين دول ليه والشمال ليه؟ يقول لك أصلا أنا كنت جعان وانتوا أكلتوني، كنت عطشان وانتوا شربتوني. إذن كل عمل من أعمال المحبة بقدمه بيتشال في حصالة السماء. يقول لك حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. القصة بتاعت المجوس بتعجبني في كده، إنهم جم من مسافات طويلة، جم بتعب ومشقة جديدة عشان يقدموا هدايا. أنا نفسي كل يوم في حياتي أقدم هدية للرب يسوع، أقدم هدية لطفل المزود، أروح أقعد عند المزود كده وأقول له يا رب أنا النهاردة قدمت لك الحاجة الفلانية لإيد الراجل الفلاني، يبقى أنا بقدم للمسيح مش مستني فلان يعمل لي أو فلان يخلي لي. سيدنا عايزة استغل وجود نيافتك معانا، وبركة كبيرة من البركات اللي احنا المفروض نتعلمها من قصة الميلاد هي بركة العطاء. يعني سيد المسيح أعطانا بدون مقابل، ومش أي عطية، إن هو التنازل الرهيب اللي حصل، إن هو يتولد في مزود في مكان صعب، إن إحنا ممكن حد فينا لو عدى من جنب مكان فيه شوية حيوانات بتتربى يعني مش هيستحمل الرائحة الكريهة. هو أعطانا محبة كبيرة جدا. ففكرة العطاء يعني عايزة سيدنا عايزة نيافتك تكلمنا عن بركة العطاء في حياتنا. يمكن في ناس كتير مش لامسة الموضوع ده، ان هي ما جربتش تدي، او بتدي بشكل مثلا قليل، او مش عارفة تدي بشكل اللي هو يتفعل ويعود عليها بعد كده. بركة العطاء دي شكلها ايه؟ بس قبل ما اقول بركة العطاء عايز اقول جملة حلوة قوي، هو اخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. إحنا ما عندناش حاجة هو ياخدها، لكن هو خد جسدنا عشان يدينا بركات، بركات التجسد كلها. فبالتالي زي ما أنت بتقولي إحنا محتاجين إن إحنا نتعلم كيف نعطي الآخرين. بكرر تاني وأنا دايما بقول الكلمة دي، العطاء ليس مقصود به الماديات فقط، ممكن يبقى عطاء مادي، ممكن يبقى عطاء من الوقت، ممكن يبقى عطاء من صحتي ان انا اروح فاعمل حاجة معينة، اخدم حد معين. وبالتالي انواع العطاء كتير. اقول لك مثل بسيط جدا، واحدة ست ساكنة في عمارة نازلة تجيب الخضار وطلبات السوق، في واحدة ست تانية جنبيها عجوزة وولادها مسافرين وقاعدة لوحدها، ايه المشكلة لما خبط عليها واقول لها انت مش عايزة حاجة اجيبها لك من تحت؟ تقول لي ده انا عايزه كذا وعايزه كذا، خلاص انا هجيب لك طلباتك وانا طالع. يبقى انا عملت، انا يعني قدمت لها محبه ان انا جبت لها الطلبات زي ما جبت ليا جبت لها. وبالتالي انا بقدم عطيه لله بلا مقابل. انا عايز اقول ان احنا كل يوم في فرص ربنا بيبعتها لنا علشان نقدم فيها محبه، نقدم محبة ونبقى احنا فرحانين. يقولك مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. كان في مرة اتنين لسه متجوزين جداد، فكنت بقول لهم ان كتالوج المسيحية هو ان الزوج يعطي لزوجته والزوجة بتعطي لزوجها، وهما الاتنين لما يبقى في طرف تالت هما الاتنين بيعطوا لهذا الطرف التالت. الإطار العام إيه بتاع الزواج المسيحي؟ العطاء. نتيجة محبة.
محبة بتتشكل وبتظهر في صورة عطاء. حتى الطرف الثالث كمان يا سيدنا برضو بيعطيهم يعني من حتى من داي وان من أول ما بيوصل بالزبط. بيديهم بقى هو الإحساس الأمومة وإحساس الأبوة بالظبط كده. يبقى بالتالي أنا بشوف هنا مربع كله محبة وعطاء، هي دي الصورة الحية، هي دي الأيقونة الحية بتاعت المسيحية. من الشخصيات يا سيدنا برضو اللي أثرت في قصة الميلاد شخصية الرعاة، يعني لما نقعد نفكر كده فيهم وفي اللي هم عملوه في سلوكهم وفي المرجعية بتاعتهم كان شكلها إيه لكن نفذوا إيه بعد كده، بنقف عند القصة دي. أنا برضو يهمني في قصة الرعاة إنهم شخصية مختلفة تماما عن المجوس. المجوس أغنية جايين من بعيد معاهم كنوز وعايزين يقدموا هدايا، لكن الرعاة كانوا بيرعوا الغنم، والمنطقة اللي حوالين أورشليم دي الغنم ده كله مخصص للذبح في الهيكل. يعني دي مش منطقة أي ناس بيرعوا غنم فيها، لأ ده الغنم ده غنم اللي مخصص للذبح في الهيكل. وبالتالي الملاك لما ظهر لهم قال لهم أنتوا بترعوا الغنم اللي هيندبح في الهيكل، ده الغنماية الأساسية، الحمل الحقيقي اللي هيندبح على الصليب هو اللي اتولد النهاردة. فبالتالي هم راحوا كانوا يقول لك كده سهرانين على ايه؟ على رعيتهم. مهم ان الانسان يبقى دايما سهران ومستني المسيح. المسيح بيجي دايما للسهرانين، لو تفتكري برضو العذارى الحكيمات يقول لك كانوا سهرانين. انا مهم قوي ويقول لك اوصل بواب ان يسهر. السهر هنا مش معناه ان انا بس اسهر بالليل، لا، معناه ان انا اخد بالي من افكاري من تصرفاتي من كلامي، وبالتالي لما اروح اقدم للمسيح هدية هتبقى هدية مقبولة. الرعاة كانوا على قد ما كانوا فقراء لكن كانوا سهرانين لرعيتهم، وراحوا عشان يستقبلوا الحمل الحقيقي. يقولك هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هم رايحين يستقبلوا هذا الحمل الحقيقي اللي هيصبح فين؟ هيصبح على الصليب. سيدنا واحنا في بداية سنة جديدة تحب تقول ايه لكل اللي بيشوفونا دلوقتي وتحديدا الشباب؟ انا عارفة ان يافتك ليك اهتمام خاص بالشباب، فتحب تقول لهم ايه النهاردة في اول السنة؟ احب اقول ان احنا البداية الجديدة مع الله لازم تبتدي بالتوبة والاعتراف. البداية الجديدة توبة واعتراف وبعدين اروح اتناول. البداية دي انا عايزها تستمر، لان كتير بنبتدي وما بنستمرش، كتير بنقف أسبوع 10 أيام 2 أسبوع بالكتير وبعد كده الأمور ترجع كما كانت. أرجوكوا عايزين البداية المرة دي تستمر. يعني إيه؟ لو حسيت للحظة إن أنت البداية بتاعتك ابتدت تقل، إحساسك بربنا ابتدى يقل، بسرعة نبتدي بداية جديدة تاني. نروح برضو عند أب اعترافي وأقعد معاه وأشوف إيه السبب اللي خلى إحساسي بربنا يقل. عايز ترمومتر بتاع ربنا ده ما ينزلش أبدا، يبقى في الطالع ونازل طالع ونازل بس إيه شغال، ما يوصلش لإيه لحالة البرودة أو حالة التلج اللي إحنا الدنيا الساعة اللي حوالينا. أيوه. لكن لا، إحنا عايزينها دايما تبقى في حرارة روحية، تبقى في علاقة يعني هات وخد أو بالزبط. على طول بيبقى وتبقى مستمرة، مش باردة قوي ومش عالية قوي عشان خاطر لا هي مستمرة في الرينج. يعني كل واحد بيبقى الرينج مع أب اعترافه، بس تبقى مستمرة. لو حسيت انها هتبرد الحق بسرعة وايه وروح لأب اعترافك. نيافة الحبر جليل أنبا مقار أسقف كرسي مراكز الشرقية والعاشر من رمضان نورتنا النهاردة، وكل سنة ونيافتك طيب. كل سنة وانتو طيبين، سنة سعيدة علينا كلنا وعلى مصر كلها ان شاء الله. بشكرك جدا يا سيدنا. مشاهدينا نلقاكم بعد قليل، أنا ويوسف. قصتنا النهاردة عن أب كان بيصحي ابنه من النوم، فأول ما صحاه ابنه بص له قال له يا بابا أنا عايز أعتذر لك. قال له تعتذر لي عن إيه؟ قال له أنا حلمت حلم النهاردة خلاني أغير فكرتي وغير طريقي في الحياة. فبابا طبعا سأله على طول قل لي حلمت بإيه؟ قال له حلمت أنا ماشي في الطريق وقابلت مجموعة من الرعاة، سألتهم أنتوا رايحين فين؟ قالوا لي إحنا رايحين نزور طفل لسه مولود في مكان إحنا مش عارفينه وإحنا بندور عليه. فقلت لهم طب أنا هاجي معاكم، ورحت مشيت مع الرعاة ووصلنا لمكان فيه طفل صغير نايم في مزود بقر. أول ما رحت المكان ده أدركت يا بابا أن أنا رجعت بالذاكرة أو رجعت بالتاريخ 2000 سنة ورا،
ولما رجعت 2000 سنة ورا بقيت في بيت لحم وبقيت مع الطفل يسوع اللي نايم في المزود. فقربت من الطفل ده عشان أبص عليه، فلقيت الطفل ده بيكلمني يا بابا وبيقول لي أنا عايزك في حاجة مهمة. فقلت له طبعا يا ريت أمرني، أنت عايز مني إيه؟ قال له أنا عايزك تديني 3 هدايا. فروحت بسرعة قلت له طب أنا هديك أول هدية لبس العيد اللي بابا لسه جايبه لي، أنا كان عجبني أوي اللبس ده وكنت فرحان أن أنا هلبسه في العيد لكني هديه لك. وقال له أنا كمان هديك القطر الكهرباء الجديد اللي لسه جايبه لي عمي، ده كان جايبه لي بمناسبة العيد لكن أنا مش عايزه خلاص، وأنا هديك القطر ده. وكمان هديك هدية تالتة، هديك الكتاب اللي فيه صور الملون اللي أنا بقرأ منه كل يوم قصص قبل ما نام. فطفل يسوع بصله وقاله لا مش هي دي الحاجة اللي أنا عايزها. فعلا زي ما قالت ميراندا، رب المجد طلب من الطفل 3 حاجات مختلفة خالص عن اللي هو جابها له. طلب ايه؟ أول حاجة سأله سؤال، قال له الكوباية اللي اتكسرت منك لما باباك سألك عليها رديت قلت له ايه؟ الطفل أول لما سمع كده فعلا اتضايق وقعد يعيط وقال له فعلا أنا كدبت على بابا رغم إن أنا اللي كسرتها ولكن قلت لبابا إنها وقعت لوحدها. وده معناه إن ربنا كان بيعلمه إن أي خطية بيعملها ربنا هيغفرها له. تاني طلب طلبه منه قال له العجلة المكسورة اللي عندك أنا عايزها هاتها لي. قال له طب أنت عايزها إزاي وهي مكسورة؟ قال له ما أنا هصلح حالك. وده معناه إن رب المجد بيقول له إن أي حاجة مكسورة هو هيصلحها. تالت حاجة طلبها منه قال له موضوع التعبير اللي انتوا عملته الأسبوع اللي فات ده عملت فيه ايه؟ قال له انا عملت وحش قوي وجبت 4/10. قال له طيب انا عايزك تجتهد بعد كده وتعتمد عليا وهتلاقي كل حاجة احسن. وده معناه ان الحاجات اللي ناقصة عندنا ربنا هيكملها. وفعلا الولد صحي من النوم وادرك جدا ان بركات الميلاد هما دول، ان الخطية ربنا يغفرها لنا، الحاجات المكسورة جوانا ربنا هيصلحها، والحاجة اللي ناقصة عندنا ربنا هيكملها. كل سنة وانت طيبة ميراندا. كل سنة وانت طيب يا يوسف وكل مشاهدينا طيبين. ان شاء الله بكرة رأس السنة، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة، ويا رب السنة دي تكون مليانة حب وخير وبركة وتفاؤل لينا كلنا. كمان مشاهدينا اي حاجة وحشة كنا بنعملها السنة دي نحاول ان احنا ما نعملهاش السنة الجاية، ونحاول نكتسب صفات وفضائل الميلاد علشان نعيش بها السنة الجديدة وطول حياتنا ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين.